شعار بابه والله اني لضرب الجمهور كان الله قاله بالبيوت الليلة هاقيه ما ومقدار ضربه فكرة اللي غاصب على الشعر من جاله لجاله راحت العمر ما حلم الزمن نطر ترابه فين ضحكتها صناعية وتخدرات ماله لين شاب الراس وان العمر بول شبابه برجال حرية اللي تعتق الفكر وخياله بعدها للضيف حق للعواني والقرابة لا نكمل بمواجبه وذلك لمسبالة مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحبة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطابة أتقدم والرية ترحب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبة من خوالة كاسب للمدح والناموس في ديهم قضابة كل رجال تعب للنام منهم لننالة لا غرابة منهم الفعل المشرف لا غرابة وارذهم من شايب يالله عسى الفردوس فالة مرحبا باسم النشا ولابتي وعزلابة وسقى من يعشقون الطيبة ودوب الجزالة هل تاريخ عظيم وفعلنا يحسب حسابة كم عقد في نهر الحرب يتمنى عيالة نتعب على خصامنا نعيفنا رعى الطلابة ما زبنا نمنا والجهر ما يوخذ حلالة من بني تغلب عروش المجد وحفاد الصحابة من سلالة بن ربيع أكلب يا نعم السلالة الجيش مهلقانا دقة تطبول الحرابة من موج البحر من يقوى هنا من صك جالة والختام ثانية ترحب عن حضر الجنابة عن سعد عبد الله اللي بنوى فاتح ما تخصاله يا ولد من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعه وحالة اه عبد الله شعر دار وغاكل شعار بابه والله اني لضرب الجمهور كان الله قاله بالبيوت الليلة هاقيمة ومقدار ضربة فكرة اللي غاصب على الشعر من جاله لجاله راحت العمر ما حلم الزمن نطر ترابة بين ضحكتها صناعية وتخدرات ماله لين شاب الراس وان العمر بول شبابه برجال حرية اللي تعتق الفكر بعدها للضيف حق وللعواني والقرابة لا نكمل في مواجب وذلك لمسبالة مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحبة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطيبة أتقدم وذنية ترحب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبة من خوالة كاسب للمدح والناموس في ديهم قضابة كل رجال تعب للنام منهم لننالة لا غرابة منهم الفعل المشرف لا غرابة وارذهم من شايب يالله عسى الفردوس فالة مرحبا باسم النشا ولابتي وعزلابة وسقى من يعشقون الطيبة ودوب الجزالة هل تاريخ عظيم وفعلنا يحسب حسابه كم عقد في نهر الحرب يتمنى عيالة نتعب على خصامنا نعيفنا رعى الطلابة ما زبنا نمنا والجهر ما يوخذ حلالة من بني تغلب عروش المجد وحفاد الصحابة من سلالة بن ربيع أكلب يا نعم السلالة الجيش مهلقانا دقة تطبول الحرابة مثل موج البحر من يقوى هنا من صك جالة والختام ثانية ترحب عن حضر الجنابة عن سعد عبد الله اللي بنوى فاتح ما تخصاله يا ولد من يكرم الضيفان ويشرب
يشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعة وحالة. اها عبد الله لها نمداح تغنى له رقابة سبعة العاملة منا طار اسمة الزنالة. النهاية يا صارت عدها مال السحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه وآله. شعر دار وكل شعار بابه والله اني لضرب الجمهور كان الله قاله. بالبيوت اللي لها قيمة ومقدار وضربة فكرة اللي غاصب على الشعر من جالة لجالة. راحت العمر ما حلم الزمن نطر ترابة بين ضحكتها الصناعية وتخدير تمالة. لين شاب الراس لون العمر بول شبابة رجع الحرية اللي تعتق الفكر بعدها للضيف حق وللعواني والقرابة. لا نكمل في مواجبة وذا نكرم سبالة. مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحبة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فالة. مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة. أتقدم وذنية الترحيبة عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبة من خوالة. كاسب للمدح والناموس في ديهم مقضابة كل رجال تعب للنام منهم لننالة. لا غرابة منهم الفعل المشرف لا غرابة وارثهم من شايب يالله عسى الفردوس فالة. مرحبا باسم النشا ولابتي وعز لابة وسقوا من يعشقون الطيبة ودوب الجزالة. على تاريخ عظيم فعلنا يحسب حسابه كم عقد في نهر الحرب يتمنى عيالة. نتعب على خصامنا نعيفنا رعى الطلابة ما نزبنا نمنا والجهر ما يأخذ حلالة. من بني تغلب عروش المجد وحفاد الصحابة من سلالة بر بيعك لبيع نعم السلالة. الجيش مهلا قال دقة تطبول الحرابة مثل موج البحر من يقوى هنا من صك جالة. والختام ثانية الحب عن حضر الجنابة عن سعد عبد الله اللي بالوفا تحمد خصالة. يا ولد من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعة وحالة. اه عبد الله لها نمداح تغنى له رقابة سبعة العاملة منا طار اسمة الزنالة. النهاية يا صارت عدها مال السحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه وآله. لا إله إلا الله اللي رحمته تسبق عذابه العظيم المعتلي ذات التكبر والجلالة. مؤمن نبه وفي رسله وفي منزل كتابه وانت عوض من الشيطان. شعر دار وكل شعار بابه والله اني لضرب الجمهور كان الله قاله. حبينا نشارك ونبارك مع عيال عمنا ورموزنا الغالين الحاضرين المتواجدين والغايبين عذرهم معهم سلامة الجميع. الله يحييكم مرحبا ومسهلا. ارحبوا الله حييكم ارحبوا مرحبا ومسهلا يلا حيهم. البيوت اللي لها قيمة ومقدار وضربة فكرة اللي غاصب على الشعر من جالة لجالة. راحت العمر ما حلم الزمن نطر ترابة بين ضحكتها الصناعية وتخدير تمالة. لين شاب الراس لون العمر بول شبابه رجع الحرية اللي تعتق الفكر وخياله. بعدها للضيف حق وللعواني والقرابة لا نكمل في مواجبه وذا نكرم سباله. مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحبه من صدر ما تمل الضيف والسلطان فاله. مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة. أتقدم وذنية الترحيب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبه من خواله.
ريحه والناموس في يده ومقضبه كل رجال تعب للنام منهم لن ناله لا غرابه منهم الفعل المشرف لا غرابه ورثهم من شايب يلا عسى الفردوس فاله مرحبا باسم النشاوى لابتي وعزلبه وسقى من يعشقون الطيبة وذوب الجزالة على تاريخ عظيم فعلنا يحسب حسابه كم عقود بين هذا الحرب ينتمنا عياله نتعب على خصام لن يعيفنا رعى الطلبة ما زبنا نمنا والجار ما يخذ حلاله من بني تغلب عروش المجد وحفد الصحابة من سلالة بر بيعك لبيا نعم السلالة الجيش مالك من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعة وحالة إيه عبد الله لها نمداح تغنى له رقابة سبعة العاملة من نظر اسمة الزنالة النهاية يا صارت عدها مال السحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه وآله مرحبا مرحبا ترحب من طيب صدر ومن رحبة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حبل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطارة أتقدم والرية ترحب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبة من خوالة كاسب للمدح والناموس في يدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام أنتم بخير يا رجال دعيتنا يا أبو سعد ولا جانا عذرا في عدم الوصول وجينا مشاركين ومباركين نسأل الله جل جلاله وعظمة قدرته أن يجعل بيت الصيب والنصيب وأن يبارك له ولا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير جواك بني سعد مبلغ 2000 ريال كان كثير تستاهلون وكان قليلة في وفيها المعزة والغلا والعلو والبنا سلامتكم الله يحييكم عطاكم وافي والعطا مجيكم ومرحبا ومسهلا ارحب الله حييكم ارحب ترحيب الغلا يا مرحبا كل رجال تعب للنام منهم لن ناله لا غرابه منهم الفعل المشرف لا غرابه ورثهم من شايب يلا عسى الفردوس فاله مرحبا باسم النشاوى لابتي وعزلبه وسقى من يعشقون الطيبه وذوب الجزاله كم عقود في نهار الحرب يتمنى عياله نتعب على خصامنا نعيفنا رعى الطلبة ما زبنا نمنا والجهر ما يخذ حلاله من بني تغلب عروش المجد وحفاد الصحابة من سلالة بر بيعك لبيا نعم السلالة الجيش من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعة وحالة إيه عبد الله لها نمداح تغنى له رقابة سبعة العاملة من نطار اسمة الزنالة السلام عليكم مساكم الله بالخير كيف الحال
وعلى القوة. سلامتكم وعفاكم. جيناكم مشاركين ومباركين ونفاعة. معنا مبلغ وقدره 5000 ريال. تستاهلون أكثر من الشيء ذا. ومعنا بشتين من عند عبد الله أخوه للمعرس وولد المعرس. وسلامتكم. سلمون والله حييكم العطا مجيكم ومرحبا ومسهلا وزلوا والله حييكم ارحبوا ترى حي بالمطر يا صواتي عندها مال سحابه للنبي الهاشم المختار واصحابه وآله لا اله الا الله اللي رحمته تسبق عذابه العظيم المعتلي ذات التكبر والجلاله مؤمن نبه وفي رسله وفي منزل كتابه وانت عوض به من الشيطان وذنوب شعر دار وغاكل شعار بابه والله اني لضرب الجمهور كان الله قاله بالبيوت الليله قيمه ومقدار وضربه فكره اللي غاصبه والشعر من جاله لجاله راحت الاعمار رماح المزمن نطرت ترابه بين ضحكتها صناعيه وتخديرات ماله لين شاب الراسله وان العمر بوال شبابه برجل حريه اللي تعتقل فكره بعدها للضيف حقه وللعواني والقرابة ذا نكمل في مواجبة وذا نكرم سبالة مرحبة ترحيبة من طيب صدر ومن رحابة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة أتقدم وذنية الترحيب عنهم بالنيابة السلام عليكم كيف حالكم يا رجال؟ طيبين مبروك ما سويتوا جيناكم جوكم الشيابين مبارسين ومنازلين وموفين ومعطين معنا يطول عمر عطا والمعطي الله سبحانه وين عبد الله؟ الله يحييكم عطاكم وافي وانتم وافين معنا 4500 من عند الشيابين آل سعيد وآل مساعد واجد تستاهلونها قليله وعذرونا عليها مرحبا الله يحييكم عطاكم وافي مرحبا جيتكم العطا الله يحييكم لا إله إلا الله اللي رحمته تسبق عذابه العظيم المعتلي ذات التكبر والجلالة مؤمن نبه وفي رسلة وفي منزل كتابه وانت عوض به من الشيطان وذنوب الضلالة حضر الهجاس في المقبعة طول غيابه الحضور الشامخ اللي يرفع الرسم قاله لا مجال الشعر دار وكل شعار بابه والله ضرب الجمهور كان الله قاله بالبيوت الليله قيمه ومقدار وضربه فكره اللي غاصبه والشعر من جاله لجاله راحت الاعمار رماح المزمن نطرت ترابه بين ضحكتها صناعيه وتخديرات ماله لين شاب الراسله وان العمر بوال شبابه برجل حريه اللي تعتقل فكر وخياله بعدها للضيف حقه للعواني والقلب كمل في مواجبه وذاك رمس بقى مبروك ما سويتوا يلا حيهم بارك فيكم يا ابو مشبب دعاتنا والله يبارك العريسين جيناكم موده ومحبه بدون مكابره لو يبغانا نجيب صف جينا في صف ولكن اللي بيننا اكبر من كذا جيناكم بعطاء انه واجد تستاهلون وانه قليل في العذر الله ثم منكم وتكمله المحبه اللي بيننا وسلامتكم الله يحييكم عطاكم وافي والعطا مجيكم مرحبا ومسهلا جيناكم ب2000 ريال الله يحييكم عندي انا وعيال اخوي تسلمون والله يحييكم والعطا مجيكم الله يبقيكم وقلت والله حييكم مرحبات رحبة من طيب صدر ومن رحبه من صدر ما تمل الضيف والسلطان فاله مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابه الرجال اللي مواقفهم على عز وطاله اتقدم وذنية الترحيب عنهم بالنيابه عن خوالي والولد والطاب طيبه من خواله كاسب للمدح الله حيهم حياكم الله حياكم الله كيف الحال يا رجال حياكم الله مساكم طيبين سلمتوا والبركه المقام بارك فيكم دعيتنا يا ابو مشبب زواج ولدك الله يبارك له يوفقه ابني بيته
ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله ما بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. جوك الربع اللي تشوف مبلغ رمز عطاء 3000 منهم ومن الربع اللي وراه، الشاي بيعتذركم والربع اللي غابوا وما غابوا اللي بوجيهم وسلامتكم. سلمت والله حييكم. سلمت والله حييكم. عطاكم وافي والمن جاء الطلب عطاكم. مرحبا. الله يبقيكم ويسلم. مش في ايديهم قضابه كل رجال انت عبد النام منهم لننالح لا غرابه منهم الفعل المشرف لا غرابه وارذهم من شايب يلا عسى الفردوس فاله. مرحبا باسم النشاوى لا بتي وعزلابه وسقى من يعشقون الطيبة وذوب الجزالة أهل تاريخ عظيم فلنا يحسب حسابه كم عقد في نهر الحرب يتمنى عياله نتعب على خصامنا نعيف نار عطلابة من زبنا نمنا والجهر ما يخل حلالة من بني تغلب عروش المجد وحفاد الصحابة من سلالة بن ربيعة لبيع نعم السلالة الجيش مهل من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعه وحاله اه عبد الله لها لمداح تغنى له رقابة سبعة العاملة من نظر اسمة الزنالة النهاية يا صلاتي عدها ما للسحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه شعر دار وغاكل شعار بابه والله اني لضرب الجمهور كان الله قاله بل بيوت الليلة قيمة ومقدار وذرابه فكرة اللي غاصبه والشعر من جاله لجاله راحة العمر ما حلم الزمن نطر ترابه بين ضحكتها صناعية وتخديرات ماله لين شاب الرسل وان العمر بوال شبابه برجل حرية اللي تعتقل فكره بعدها للضيف حق وللعواني والقرابة ذا نكمل في مواجبه وذا نكرم سباله مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحابة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فاله مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطيبة أتقدم وذني الترحيب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبة من خوالة كاسبين المدح والناموس في ايديهم قضابة كل رجال تعب للنام منهم لننالح لا غرابة منهم الفعل المشرف لا غرابة وارذهم من شايب يلا عسى الفردوس فاله مرحبا باسم النشاوى لا بتي وعز لابه وسقى من يعشقون الطيبة وذوب الجزالة أهل تاريخ عظيم فلنا يحسب حسابه كم عقد في نهر الحرب يتمنى عياله نتعب على خصامنا نعيف نار عطلابة ما زبنا نمنا والجهر ما يخد حلاله من بني تغلب عروش المجد وحفاد الصحابة من سلالة بن ربيعة لبيع نعم السلالة الجيش مهل قال دقة تطبل الحرابة مثل موج البحر من يقوى هنا من صك جاله والختام ثانية ترحب عن حضرة جنابة عن سعد عبد الله اللي بالوفا تحمد خصاله يا ولد من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعه وحاله اه عبد الله لها لمداح تغنى له رقابة سبعة العاملة من نطار اسمة الزنالة النهاية يا صلاتي عدها ما للسحابة للنبي Sorry.
ارحب الله يحييكم ارحبوا يا مرحبا يا مرحبا ارحب الله يحييكم ارحبوا مرحبا ارحبوا ارحبوا الله يحييك يا مرحبا يا مرحبا الله يحييكم مرحبا الله يحييك مرحبا الله حييكم مرحبا هيل الله يبقيكم طول مهاليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يمسيكم بالخير جميعا الله يمسيك بالنور ومن اسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله وسلم على رسول الله في البداية نسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان عمين. في ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ونسأله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا عمين. وأن يتقبل شهدائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه عمين. الثانية جاءنا دعوة كريمة من خوينا المطلق سعد بن عبد الله ولا جاءنا عذر في الوصول الله يحييكم جيناها الله يبقيكم جينا مشاركين ومباركين نقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير آمين ونسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة آمين وأن يفاول هالولد يا كريم ومشاركين بمبلغ 92,100 بيض الله وجهكم إن كان هواجد يستاهلها وهذا فعل يمينه مع أخوياه وإن كان قليلة يسمنها ويجملها المعزة اللي بيننا وعفاكم ولا شر جاكم الله يحييكم ترحيب المطر باسمي وباسم المعرس وباسم بوه وباسم الذيابة وباسم النشاوة وباسم من حضر من أكلب ونقول مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا الله يحييكم تسلمون. الصف وافي والعطاء وافي وبيض الله وجيكم يا أهل الخوة والحزام المليان على كل حال أول شيء فنثني الترحيب لكم ونقول مرحبا مليون تبقون وثاني شيء الشيبان اللي صافين قدامكم بيغدونكم بكره ومرحبا هيل وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يبقيكم يطول مهاليكم وبالنسبه لنا احنا والله نضيف المحل والضيفان اللي جاي من خارج المنطقه وضيفان على القبيله ضيفان علينا كلنا قد حاولنا معهم قبل شوي واعتذروا لظروفهم احنا بعذرينهم احنا انتم تفعلون الشيبان الحاضرين ما هم بعذرينهم احنا والله نعرف ظروفهم يا ابو سعيد جعلك تسلم وانتم تفعلونها لهم ولغيرهم واعتذروا منا لظروفهم ولا كنا بنكفيكم وانتم تفعلون وافين الله يحييكم ترحب بكم اقدم يا ابو عبد الله ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا بيض الله وجيكم جملتوا وعوايدكم الجميل يا المطالي وارحبوا يا رجال ارحبوا اقدم لا 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 ضيفنا ما نمله وانت بشار بشوفه لو يضيق الملا ما ضاقت صدورنا
يا لا 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 لو يضيق الملا ما ضاقت صدورنا مرحبا عاد ما لاحت بروق الخيال من جميع القبائل مرحبا بالرجال يا الاخوه وصف يشوق النظر والله انكم على ما قيل محزام ظفر صفكم وافي ومجمل بالعطاء ولا غريبه عليكم وانتم اهل الوفاء مرحبا باسم صبيان التغالب عموم اهل مذهب واهل عادات واهل السلوم ومرحبا عندها الفزعه وطيبه وكرم النشاوى ربوعي لا خال ولا عدم مرحبا باسم شيخ الاول اهبان وصن شيخان الشامخ اللي مثل قمة حضن اقلطوا مرحبا حياكم الله ولوف الكرامة لكم بنن وطيبة وخروف ضيفنا ما نمله وانت باشر بشوفه لو يضيق الملا ما ضاقت صدورنا يا لا 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 لو يضيق الملا والله يحييكم جميع أهلا ويضيق الفضا ما ضاقت صدورنا لا 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 قدم يا أبو عبد الله أرحبوا أرحبوا مرحبا هي أرحبوا السلام داخل ومرحبا ومسهلا أرحبوا أرحبوا أبو عبد الله مبروك أرحبوا مبروك الله يبارك فيكم أرحبوا تفضلوا تفضلوا أحييكم أغلطوا أغلطوا مرحبا هي ترحيب الله لا إله إلا الله لرحمته تسبق عذابه العظيم المعتلي ذات التكبر والجلالة مؤمنا نبه وفي رسلا وفي منزل كتابه وتعود به من الشيطان ودرب الضلالة حضر الهجاس فالمقبعة طول غيابه الحضور الشامخ اللي يرفع الرأس مقالة لا مجال الشعر دار وكل شعار بابه والله أني لضرب الجمهور كان الله قاله بل الليله قيمة ومقدار وضربة فكرة اللي غاصب على الشعر من جالة لجالة راحت الأعمار ما حلم الزمن نطر ترابة بين ضحكتها الصناعية وتخدير تمالة لين شاب الراس وإن العمر بول شبابة برج الحرية اللي تعتق الفكر وخيالة بعدها للضيف حق وللعواني والقرابة لا نكمل في مواجبة مرحبا ترحبة من طيب صدر ومن رحبة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطاوة أتقدم وذنية ترحب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبة من خوالة كاسب للمدح والناموس في ايدهم قضابة كل رجال انت لا غرابة منهم الفعل المشرف لا غرابة وارثهم من شايب يالله عسى الفردوس فالة مرحبا باسم النشاوى لابتي وعز لابة وسقام يعشقون الطيبة ودروب الجزالة آل تاريخ عظيم فعلنا يحسب حسابه كم عقد في نهر الحرب يتمنى عياله نتعب الاخصامنا نعيفنا رع الطلابة ما انزفنا نمنا والجهر من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعه وحاله إيه عبد الله لها لمداحة إذن لها رقابة سعى
تعلم عامل منا طار اسمة الأنالة النهاية يا صلاتي عدها ما للسحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه وآله لا إله إلا الله اللي رحمته تسبق عذابه العظيم المعتلي ذات التكبر والجلالة مؤمن نبه وفي رسله وفي منزل كتابه وانت عوض من الشيطان ودرب الضلالة حاضر الهجاس في المقبعة طول غيابه الحضور الشامخ اللي يرفع الرسم مقالة لا مجال الشعر دار وغكل شعار قابه والله أني لضرب الجمهور كان الله قاله بل بيوت الليلة هاقيمة ومقدار وذربه فكرة اللي غاصب أحر الشعر من جاله لجاله راحت الأعمار ما حلم الزمن نطر ترابه بين ضحكتها الصناعية وتخدير تماله لين شاب الراس لو أن العمر بوال شبابه برجل حرية اللي تعتقى الفكر وخياله بعدها للضيف حقه نكمل في المواجب وذا نكرم سباله مرحبا ترحيبة من طيب صدر من رحبه من صدر ما تمل الضيف والسلطان فاله مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة أتقدم وذري الترحيب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبة من خواله كاسب للمدح والناموس مقضابه كل رجال تعب للنام منهم لن ناله لا غرابه منهم الفعل المشرف لا غرابه ورثهم من شايب يالله عسى الفردوس فاله مرحبا باسم النشا ولابتي وعزلابه وسقوا من يعشقون الطيبة ودروب الجزالة على تاريخ عظيم فعلنا يحساب حسابه كم عقود في نهار الحرب يتمنى عياله نتعب على خصام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير الحضور الكريم باسم قبائل أكلب عامة وقبيلة النشاوى خاصة وعلى رأسهم الشيخ علي بن سعيد بن غصن وباسم الذيابة خاصة نرحب بكم أجمل ترحيب أرحبوا ثم أرحبوا ثم أرحبوا يا مرحبا يا ضيف عند المعازيب اللي لفونا من الأجانيب ضيفان على مضيف أسياد ذرية كليب ابن ربيعة ابن معاد ابن عدنان مرحبا بالزملاء مرحبا بالأصحاب مرحبا بالعواني ومرحبا بالكبير والصغير مرحبا من جميع القبائل الله يحييكم تراحيب المطر وأما الآن نبدأ حفلنا الكريم وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشاب علي عبد الله بن علي بن غصن فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. وأما الآن كلمة مع شيخ القبيلة الشيخ علي بن سعيد بن غصن، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، نقول ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا. لو الوقت يسعنا رحبنا بكل واحد باسمه شخصيا. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا الموقف وفي هذا المجتمع المبارك والزواج السعيد بإذن الله، أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس العليا. كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ قادتنا وعلى رأسهم قائدنا ومليكنا الملك سلمان ابن عبد العزيز، حفظه الله من كل سوء وعز الله به الإسلام والمسلمين، وحفظ الله ولي عهده الأمين والأسرة المالكة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمن هذا البلاد، وأن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين. لا يسعني في هذا الموقف ألا أقول للعريس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. هذه الليلة السعيدة التي عندنا هي من أيام العيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد عريسنا، وباسمه وباسم والده وباسم الذيابة والنشاوى عامة نقول الله يحييكم جميعا ومرحبا ألوف، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد. وأما الآن نبدأ حفلنا الكريم بقصيدة ترحيبية مع الشاعر علي بن مساعد النشوي الأكلبي. الله يمسيكم بالخير جميع، والله يحييكم تحايا المطر يا ضيفان. لا إله إلا الله اللي رحمته تسبق عذابه، العظيم المعتلي ذات التكبر والجلالة، مؤمنين به وفي رسله وفي منزله كتابه، وانت عوذ به من الشيطان ودروبه الضلالة، ويالله انك تعز دولتنا يا سامع كل جابه، ولا تقوم حظ من يولي شعبه بالنذالة، السعودية وطننا خير دارنا يكتدابه، كل بونا شعب واحد من جنوبها لا شمالها، السعودية وطننا خير دارنا يكتدابه، كل بونا شعب واحد من جنوبه لا شماله، عصبين روسنا وارواحنا تفدى اترابه، الحكم سلمان دونه والوطن دونه رجاله، عاصبين روسنا وارواحنا تفدى اترابه، الحكم سلمان دونه والوطن دونه. الحكم سلمان دونه والوطن دونه. رجاله حضر الهاجوس في الموقف بعد طوله غيابه، الحضور الشامخ اللي يرفع الراس، أم قال دام جال الشعر دور وفك للشعارة بابه، والله أني لطرب الجمهور كان الله قاله، دام جال الشعر دور وفك للشعار بابه، والله أني لطرب الجمهور كان الله قاله، بالبيوت اللي لها قيمة ومقدار وذرابة، فكرة اللي غاص بحر الشعر من جالها الجاله، روحت الأعمار ما روحت الأعمار ما حلم الزمن نطرد سرابه،
بين ضحكته الصناعية وتخديرة أماله، لين شاب الراس لو ان العمر بوله، شبابه في رجل حرية اللي تعتق الفكرة، وخياله بعدها للضيف حقه وللعواني والكرامة. ذا نكمل في مواجيبه وذا نكرم سباله، بعدها للضيف حقه وللعواني والقرابة، ذا نكمل في مواجيبه وذا نكرم سباله. والخوي اللي حضر حشمة خويه مرحبا به، منزله وسط العيون وعندنا يرتاح باله، مرحبا ترحيب تم من طيب راس ومن رحابة، ومن صدور ما تمل الضيف والصفطان فاله. مرحبا حي الله الضيفان في حفلة الذيابة، الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة، أتقدم وأثني الترحيب عنهم بالنيابة، من خوالي والولد وانطاب طيبة من خواله. مرحبا حي الله الضيفان في حفلة الذيابة، الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة، أتقدم وأثني الترحيب عنهم بالنيابة، عن خوالي والولد وانطاب طيبها من خواله، كاسبين المدح والناموس في ديهم اقضابه، وكل رجال انتعب للنعم منهم لنا ناله، لا غرابة منهم الفعل المشرف، لا غرابة ورث منهم شايب يلا عسى الفردوس فاله، ولا غرابة منهم الفعل المشرف، لا غرابة ورثهم من شايب يلا عسى الفردوس فاله. ومرحبا باسم النشاوى لابتي وعز لابه، روس قوم يعشقون الطيب ودروب الجزالة، أهل تاريخ عظيم وفعلنا يحسب حسابه، كم عقيد في نهار الحرب يتمنا عياله، نتعب الأخصام لين يعيفنا رعى الطلابة، ومن زبنا نمنه والجار ما يخذ حلاله، قدمنا شيخ المراجل والمواقف والمهابة، بنغصن يلا عسى ربي يطول في مهاله، الكرم والطيب لابسها مثل لبسها ثيابه، والفخر والعز والناموس ما يبغى بداله، أبلج تنشر له البيضة على قمة ضيابه، الشموخ الحال لكن بنغصن علي الحالة. أبلج تنشر له البيضة على قمة هضابه، الشيوخ الحال لكن بنغصن علي الحالة، من بني تغلب عروش المجد وأحفاد الصحابة، من سلالة بالربيع كليب يا نعمة السلالة، أهل جيش فلقى لدقة طبولة الحرابة، مثل موج البحر من يقواه لا من صك جاله، والختامة ثني الترحيب عن حضرته جنابه، عن سعد عبد الله اللي بالوفا تحمد اخصاله. والختامه ثني الترحيب عن حضرته جنابه، عن سعد عبد الله اللي بالوفا تحمد اخصاله، يا ولد من يكرم الضيفان ويشد العصابه، لو ظروف الوقت تكسى ما اختلف طبعه وحاله، إيه عبد الله له الأمداح تنثنه إرقابه، وسبعة آلاف عام لم منه طر اسمه تنثنى له، والنهاية يا صلاتي عد همال السحابة للنبي الهاشم المختار وأصحابه وآله وسلامتكم. بيض الله وجهك يا أبو وسام وصح الله لسانك. وأما الآن قصيدة مع الشاعر سعيد بن جاسر بن سعيد بن غصن، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميع، وارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا، الله يحييكم. لا 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 لا
حياكم الله عدم ردد الأذان على الشحم والبن والهيل والصفطان يستاهل التقدير عبد الله بن الذيب وجها من أوجه النشا وروسها وجها من أوجه النشا وروسها بسم الله المبدأ وخير الذي بنقول صلى الله وسلم على الهادي الرسول بسم النشا ولابة الشيخ بن غصن واسم الذيابة ربعنا نقول مرحبا يا مرحبا ترحيبي يوفي مطالبه حياكم الله في رحاب التغالبه عبد الله بن مشبب يقول يا ضيفان حياكم الله عد ما ردد الأذان على الشحم والبن وعلى الشحم والبن والهيل والصفطان يستاهل التقدير عبد الله بن الذيبي وجها من أوجه النشا وروسها بسم الله المبدأ وخير الذي بنقول صلى الله وسلم على الهادي الرسول بسم النشا ولابة الشيخ بن غصن واسم الذيابة ربعنا نقول مرحبا يا مرحبا ترحيبي يوفي مطالبه حياكم الله في رحاب التغالبه عبد الله بن مشبب يقول يا ضيفان حياكم الله عدم ردد الأذان على الشحم والبن والهيل والصفطان يستاهل التقدير عبد الله بن الذيبي وجها من أوجه النشا وروسها هلا هلا لا 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 وجها من أوجه النشا وروسها صح لسانك يا أبو جاسر. وأما الآن مع الشاعر فواز بن عايض بن جاسر الهزري الأكلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الوقوف قدام اللحظات الغانمة شرف بحد ذاته. النشاوى لا نكتب فيهم معلقات والله ما تو فيهم غلاهم عندنا احنا يا ابني عمهم. يقول السهر والبعد والهم وظروف الزمان ما تعرف الا الكفو والردي ما تعرفه والرجل ثابت وصامد لو الوقت شاب ما تزعزع في مكانه ونهجه يعرفه سرجة خيول المعاني بسرج والعنان المدايح في النشاوى تراها مشرفه سرجة خيول المعاني بسرج والعنان المدايح في النشاوى تراها مشرفة يا النشاوى يا أهل السيف وأهل الجنبخان يا أهل المجد الحقيقي ويا أهل المعرفة في رضا من بث دعواه يا طوال اليمان تسمع الإبداع من هاجس اللي يصرفه في رضا من بث دعواه يا طوال اليمان تسمع الإبداع من هاجس اللي يصرفه يا بن مشبب سعد يا الرفيز ويا الحصان هاي لعين في المكارم يمينها مسرفه يا بن مشبب سعد يا الرفيز ويا الحصان هاي لعين في المكارم يمينها مسرفه المراجل حاشها في زهور العنفوان استصيغ له المدايح بخطي وحرفه سيرته عطرك مريح طيب وزعفران وشبع عينه في لحاليح عيطه مشرفه
يا بن مشبب سعد يا الرفيج ويا الحصان هاي لعين في المكارم يمينها مسرفة وسلامتكم. صح لسانك يا أبو عايض واعتلى شانك. وأما الآن قصيدة مع الشاعر عبد العزيز سيف كليفيخ فليتفضل مشكورا. صلوا على رسول الله. قبل ما ابدا في القصيد وقبل اخلص ثم تمه، اشوف عندي مبدا وقوة المبادي من قوي، مثل ما حجاج بيت الله لهم امر مهمه، للخوي ايضا مهمه، خص لا صار نشوي. الله يوفق يا ابو عبد الله، ونقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم في خير. بالنسبة للمشاركة أقول: يا الله يلي بيدك الخير ثجاج، يا ربنا المعبود جل جلاله، عني وردني على عد هداج، عد قراح ما تقطع حباله، مبروك يلي المدحتي ما انت محتاج، يا لابس شماغ الوفا معقاله، يجعل ليلك مالي بت بهاج، يا كاسب الامجاد ويض الشكاله. هذا سعد سعد الخوي حين يحتاج ما يجهله حق الخوي والزماله، هو عون ربعه عزهم نور وسراج، لانه ترى من لابت الطيب واله قيف الذيابه، مجدهم دوم فجاج، سلالتن يا طيبها من سلاله. هو عون ربعه عزهم مجد وسراج، لانه ترى من لابت الطيب واله قيف الذيابه، مجدهم دوم فجاج، سلالتن يا طيبها من سلاله. هالمجلس في هزرق العود قد عاج، بعد تراحيبه تخالف ادلاله، لاد النشاوى صيتهم في السما فاج، اهل الوفا والمرجله والجمالة، لاد النشاوى صيتهم في السما فاج، أهل الوفاء والمرجلة والجمالة، يقول هاللي عن دروب الغواساج ولا يقرب إلا كل مجد وطالة، يقولها ما عليكم زود، يقول هاللي عن دروب الغواساج ولا يقرب إلا كل مجد وطالة، من لابت إلا دخن الجو عجاج، خصيمهم عن فعلهم ينحكى لها للجروح العز يوهج توهاج من الخليج وعن يمينه ما عليكم زود، يقول هاللي عن دروب الغواساج ولا يقرب الا كل علي الطلاق ما يجيني، علي الطلاق ما يجيني طلاق، خليني اكمل قصيدتي جلبك الجنه. يقول هاللي عن دروب الغواساج ولا يقرب الا كل مجد وطاله، من لابت إلا دخن الجو عجاج، خصيمهم عن فعلهم ينحكى لها للجروح العز يوهج توهاج، من الخليج وعن يمينه وشماله ربعي، هل الطولات ما هي بتنعاجهم، مزبن اللي مزبن ما لقاله، صلاة ربي عد ما طايف ما طاف حجاج، على رسول قد خرج بالرسالة، على رسول قد خرج بالرسالة. سلامتكم. صح الله لسانك يا أبو سيف، بيض الله وجهك على هذه القصيدة. وأما الآن مع الشاعر عبد العزيز عبد الله الخثعمي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا، وصلت الدعوة وجينا يا إلهنا، ويبشر ابنا كل رجلان ينبنا، وانا من قومني وانا من يا لا 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 يا لا 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 لا
يا سلام الله عليكم سلام، يا سلام الله عليكم سلام، يا رجال الطيب والاحترام، يا الذياب يا عزاز المقام، والنشاوى مزبنين الدخيل، مربى فيهم ضعيف وذليل، كاسبين الطيب واهل الجميل، وفي مقدمهم علي بن غصن شيخ يحل العقد والفتن، وصلت الدعوة وجينا هنا، ويبشر ابنا كل من نبنا، وانا من قوم تضد الخصوم، حيهم لابه وعزواه وقوم، حيهم لابه وعزواه وقوم، خذ عمل ليمنون الحدود، خذ عمل ليمنون الحدود، أهل مهابة وأهل جود، أهل مهابة وأهل مقدان وجود، وقلتها عم حزمي تاج راسي، خذ عم عمه وخاصه رواجحه، يا لا 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 يا لا 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 لا، خذ عم عمه وخاصه رواجحه، يا لا 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 يا لا 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 لا، يا سلام الله عليكم سلام، يا رجال الطيب والاحترام، يا الذياب يا عزاز المقام، والنشاوى مزبنين الدخيل، مربى فيهم بخيل وذليل، كاسبين الطيب واهل الجميل، وفي مقدمهم علي بن غصن شيخ يحل العقد والفتن، شيخ يحل العقد والفتن، وصلت الدعوة وجينا هنا، ويبشر ابنا كل من نبنا، وانا من قوم تضد الخصوم، حيهم لابه وعزواه وقوم، خذ عمل ليمنون الحدود، واهل مهابه واهل مجدين وجود، وقلتها عم حزمي تاج راسي، خذ عم عمه وخاصه رواجعه، يا لا 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 يا لا 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 لا، خذ عم عمه وخاصه رواجعه. سلامتكم جميع. سلمت صح الله لسانك وبيض الله وجهك. واما الان قصيده مع الشاعر حمد سعيد الواسي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير، والمبروك أبو عبد الله، ونقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. أما المشاركة يا لا 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 يا لا 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 لا، يا لا 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 يا لا 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 لا، يا بام شباب الفينا في عجب عينك، الله يبقيكم، يا بام شباب الفينا في عجب عينك، من طيب راسك وطيب ابوك وعمامك، أنت وحنا الروابط تلزم الواحد، ما بيننا بين علياني ونشواني، ما بيننا بين علياني ونشواني، ألا وله ذكر ربي علي الشاني، ونصلي ونسلم على المصطفى الهادي، سلام يا كلب سلام، سلام يا كلب سلام من بعد عراسي، وقول وطول عن ربعي بني واسي، ما عليكم زود، وقول وطول عن ربعي بني واسي، والله وسبعين نعم يا بني تغلب، حفلا يجمل وربع دايما تجمل،
عند النشوى رجال تحتمل ماقف وهلا التواريخ ما تنسى ومعروفة والشيخ بن غصن الشيخ القيف واللعبة شيخ اليمن شيخ اليمن شيخ اليمن بدا جمل بني عمه يا بم شباب لفينا في عجب عينك من طيب راسك وطيب ابوك وعمامك وانت موحنا الروابط تلزم الواحد ما بيننا بين علياني ونشواني ألا ولا ذكر ربي علي الشاني ونصلي ونسلم على المصطفى الهادي سلام يكلب سلام بعد عهراسي وقول وطول عن ربعي بني واسي والله وسبعين نعم يا بني تغلب حفلان يجمل ورب دايم تجمل عند النشوى رجال تحتمل ماقف وهلا التواريخ ما تنسى ومعروفة والشيخ بن غصن الشيخ القيف واللعبة شيخ اليمن بدا جمل بني عمه يا بم شباب لفينا في عجب عينك من طيب راسك وطيب ابوك وعمامك وانت وحنا الروابط تلزم الواحد ما بيننا بين علياني ونشواني وسلاماتكم جميعا. صح لسانك أبو سعيد وبيض الله وجهك على القصيدة. صاحب الحفل لديه تكريم الشعراء المشاركين في هذا الحفل ونبدأ بالشاعر علي بن مساعد الأكلبي فليتفضل مشكورا. هدية للشاعر عبد العزيز عبد الله الخثعمي. هدية للشاعر حمد سعيد الواسي. هدية للشاعر فواز بن عايض الهزري. هدية للشاعر سعيد بن جاسر بن سعيد. وفي الختام نكرر الترحيب بكم فمرحبا ألف ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأفراح والمسرات كما نسأله سبحانه أن يديم الأمن والأمان والاستقرار في هذا الوطن الغالي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونترككم مع شيلة الحفل من كلمات الشاعر علي بن مساعد الأكلبي أداء المنشد جزاع المري. مرحبا ترحيبة من طيب راس ومن رحابة من صدور ما تمل الضيف والسلطان فاله. مرحبا حيا الله الضيفان في حفلة الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة
أتقدم وثنية ترحيب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد وانطاب طيبه من خواله عن خوالي والولد وانطاب طيبه من خواله لا إله إلا الله اللي رحمته تسبق عذبه العظيم المعتلي ذات التكبر والجلاله مؤمن به وفي رسله وفي منزل كتبه وانت عوذ به من الشيطان شعر دار وكل شعار بابه والله اني لضرب الجمهور كان الله قاله بالبيوت اللي لها قيمة ومقدار وضربه فكرة اللي غاصب عرى الشعر من جالة لجالة راحت العمر مع حلم الزمن نطر ترابه بين ضحكتها صناعية وتخدرات ماله لين شاب الراس وان العمر بول شبابه برجل حرية اللي تعتقل فكر بعدها للضيف حق وللعواني والقرابة لا نكمل في مواجبة وذا نكرم سبالة مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحبة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة أتقدم وذنية ترحيبة عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب سبل المدح والناموس في ايديهم مقضابه كل رجال تعب للنام منهم لن ناله لا غرابه منهم الفعل المشرف لا غرابه وارثهم من شايب يالله عسى الفردوس فاله مرحبا باسم النشا ولابتي وعزلابه وسقى من يعشقون الطيبه ودروب الجزاله هل تاريخ عظيم فعلنا يحسب حسابه كم عقد في نهر خصام لنا عيبنا راع الطلبه من زبنا نمنا والجهر ما يوخذ حلاله من بني تغلب عروش المجد واحفاد الصحابه من سلاله بر بعك لبيا نعم السلاله الجيش من لقاله دقه طبول الحرابه مثل موج البحر من يقواه الى من صك جاله والختام ثانية ترحب عن حضر الجنابه عن سعد عبد الله اللي ولد من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختلف طبعه وحاله اه عبد الله لها لمداح تذنى له رقابة سبعة العاملة منه طار اسمة الزناله النهاية يا صلاتي عدها مال السحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه وآله لا إله إلا الله اللي رحمته تسبق عذابه العظيم المعتلي ذات التكبر شعر دار وكل شعار بابه والله اني لضرب الجمهور كان الله قاله بالبيوت اللي لها قيمة ومقدار وضربه فكرة اللي غاصب عرى الشعر من جاله لجاله راحت العمر مع حلم الزمن نطر ترابه بين ضحكتها صناعية وتخدرات ماله لين شاب الراس وان العمر بول شبابه برجل حرية اللي تعتقل فكر بعدها للضيف حق وللعواني والقرابة لا نكمل في مواجبة وذا نكرم سبالة مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحبة من صدور ما تمل الضيف والسلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطيبة أتقدم وذنية ترحيب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب سبل المدح والناموس في ايديهم قضابه كل رجال تعب للنام منهم لن ناله لا غرابه منهم الفعل المشرف لا غرابه وارثهم من شايب يالله عسى الفردوس فاله مرحبا باسم النشا ولابت
بر بعك لبي يا نعمة سلالة الجيش مهلقانة دقة طبول الحرابة مثل موج البحر من يقوى هنا من صك جالة والختام الهنية ترحب عن حضرة جنابة عن سعد عبد الله اللي بالوفاة وفاتح ما تخصاره يا ولد من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تقسى مختل طبعة وحالة اه عبد الله لها نمداح تذنى له رقابة سبعة تالم عاملة منا طار اسمة الزنالة النهاية يا صلاتي عدها ما للسحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه وآله اقلطع العشاء والله يحييكم مرحبا وما سهلا من خوالة راحت العمر ما حلم الزمن نطغى ترابة بين ضحكتها الصناعية وتخدرات مالة لين شاب الراس وان العمر بول شبابة برج الحرية اللي تعتق الفكر وخيالة بعدها للضيف حق للعواني والقرابة لا نكمل في مواجبة وذا نكرم سبالة مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحابة من صدر سلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة الرجال اللي مواقفهم على عز وطالة أتقدم وذرية ترحب عنهم بالنيابة عن خوالي والولد والطاب طيبة من خوالة كاسب للمدح والناموس في يدهم مقضابة كل رجال تعب للنام منهم لن ناله لا غرابة منهم الفعل المشرف لا غرابة وارثهم شايبا يالله عسى الفردوس فالة مرحبا باسم النشاوة لابتي وعزلابة وسقوا من يعشقون الطيبة ودروب الجزالة على تاريخ عظيم وفعلنا يحسب حسابه كم عقد في نهر الحرب يتمنى عياله نتعب على خصامنا نعيفنا رعى الطلابة من زفنا نمنا والجهر ما يأخذ حلاله من بني تغلب عروش المجد واحفاد من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تقسى مختل طبعة وحالة اه عبد الله لها نمداح تذنى له رقابة سبعة تالم عاملة منا طار اسمة الزنالة النهاية يا صلاتي عدها ما للسحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه وآله لا إله إلا الله اللي رحمته تسبق عذابه العظيم المعتلي ذات التكبر شعر دار وغكل شعار بابه والله أني لضرب الجمهور كان الله قاله بالبيوت الليلة هاقي ما ومقدار وذرابه فكرة اللي غاصب عر الشعر من جاله لجاله راحت العمر ما حلم الزمن نطر ترابه بين ضحكتها الصناعية وتخدرات ماله لين شاب الراس وان العمر بوال شبابه برجل حرية اللي تعتق الفكر بعدها للضيف حق وللعواني والقرابة لا نكمل في مواجبة وذا نكرم سبالة مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحابة من صدر ما تمل الضيف والسلطان فالة مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابة
له كل رجال تعب للنام منهم لن ناله لا غرابه منهم الفعل المشرف لا غرابه ورثهم من شايب يلا عسى الفردوس فاله مرحبا باسم النشاط يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختل الطبع وحالة إيه عبد الله لها لمداحة تغنى له رقابة سبعة تالم عاملة من أطار اسمة الغنالة النهاية يا صلاتي عدها ما للسحابة للنبي الهاشم المختار واصحابه ولمداحة تغنى له رقابة سبعة تالم عاملة من أطار اسمة الغنالة النهاية يا صلاتي شعر من جاله لجاله راحت الاعمار ما حلم الزمن نطر ترابه بين ضحكتها صناعيه وتخدرات ماله لين شاب الراسنا وان العمر بوال شبابه برجل حريه اللي تعتق الفكر وخياله بعدها للضيف حقه وللعواني والقرابه لا نكمل في مواجبه وذا نكرم سباله مرحبا ترحيبة من طيب صدر ومن رحبه من صدر ما تمل الضيف والسلطان فاله مرحبا حي الله الضيفان في حفل الذيابه الرجال اللي مواقفهم على عز وطابه اتقدم وذني الترحيب عن هب النيابه عن خوالي والولد والطاب طيبه من خواله كاسب للمدح والناموس في ايدهم قضابه كل رجال تعب للنام منهم لن ناله لا غرابه منهم الفعل المشرف لا غرابه ورثهم من شايب يلا عسى الفردوس فاله مرحبا باسم النشاط لابتي وعز لابه وسقام يعشقون الطيب ودروب الجزاله على تاريخ عظيم فعلنا يحسب حسابه كم عقود في نهار الحرب يتمنى عياله نتعب على خصام من يكرم الضيفان ويشد العصابة لو ظروف الوقت تكسى مختل طبعه وحاله